السلام عليكم، مساكم الله بالخير. يا جماعة، عندي موضوع حقيقة مهم جدا، أتمنى منكم تسمعون للأخير، بعنوان رمضان فرصة. بعد هذه السنابة، حياكم الله جميعا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أي تغيير، أي أمر، لابد أن يبدأ من داخل نفسك. تخيلوا شخص الآن تحت المروش يبي ينشف، يقول أنت يا أخي مو صاحي، يا أنك تبعد عن الماء أو أنك تسكر الحنفية، لازم تفعل الأسباب. بعض الناس يقول ما أقدر أصلي يا أخي، الصلاة ثقيلة، يعني هل تتوقع يجونك ملائكة من السماء يمسكونك يدخلوك المسجد غصب؟ لا، أنت ابدأ أول خطوة والله بيعينك سبحانه وتعالى. الله يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يعني الله يقول اطلبوا الهداية أعطيكم إياها. رمضان موسم التغيير، رمضان فرصة للتغيير. كثير منا عنده عادات مهيب زينة، عادات لصيقة بالإنسان، يستطيع الإنسان أن يتركها في شهر رمضان. عندنا عادات يومية سيئة في حياتنا يا جماعة، رمضان فرصة أنك تتركها، مثل الزعل والعصبية والألفاظ البذيئة. رمضان فرصة ومدرسة تربوية. رمضان فرصة لأن المردة من الشياطين يصفدون في شهر رمضان، تفتح أبواب الجنة الثمانية فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب. رمضان فرصة، رمضان فرصة أن الإنسان يحافظ على صلاته. اللي كان يأخرها يصليها في وقتها، اللي كان يتكاسل عنها يؤديها في وقتها. رمضان فرصة يا جماعة، لا تضيعون هالفرصة هذه. غيرك يتمنى هذه الفرصة لكن راحت عليهم، هم الآن في القبور. والله يقول: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. نعم، يشتهون هذه الفرصة. رمضان فرصة للي مقصر في سنن الرواتب، النوافل من الطاعات، صلاة الضحى، قيام الليل، الصدقات، قراءة القرآن. رمضان فرصة ويعطيك دفعة معنوية قوية وإيمانية لهذه النوافل. رمضان فرصة لمن كان هاجرا لكتاب الله سبحانه وتعالى، اجعل لك جزء يوميا، أقل شيء ما أتنازل عنه لو على قصر رقبتي، لا تتنازل عن هذا الورد أبدا. البعض منا له شهور القرآن ما افتحه، هاجر كلام الله سبحانه وتعالى، لا تدبر، لا قراءة، لا استشفاء. فأنا أقول رمضان فرصة أن نبدأ بداية قوية مع كتاب الله. رمضان فرصة يا جماعة ومدرسة للصبر، نصوم 15-16 ساعة عن الأكل والماء. أيضا حاول أن نتعلم أن نصوم، وهذا هو المصدر من الصيام، عن الكلام في الناس، الغيبة والنميمة. رمضان فرصة يا جماعة لمن ابتلاه الله بقلب قاسي، يقول يا أخي أنا قلبي قاسي، عيني ما عمرها دمعت. أنا أقول رمضان فرصة يا جماعة روحانية وإيمانية، صلاة التراويح، لا تطوف صلاة التراويح. رمضان فرصة لمن كان يأكل الحرام، الربا، ويبيع في محلاته الدخان ومعسلات. أنا أقول فرصة رمضان أن نقلع عن المال الحرام وأكل الحرام. رمضان فرصة حتى للدعاة اللي عنده فتور في الدعوة، كسل في الدعوة. أنا أقول الآن رمضان فرصة، وميدان الآن خصب، والقلوب الآن مهيئة، فالله الله باستغلاله بالكلمات والمواعظ الحسنة. رمضان فرصة يا جماعة للي مدمن سماع الأغاني، في جواله أغاني، في السيارة أغاني، في البيت أغاني، وين ما راح أغاني. أقول رمضان فرصة أن نستبدل الغناء بكلام الله سبحانه وتعالى. رمضان فرصة يا جماعة للمدخنين، يا بعد قلبي أنت الآن صمت 16 ساعة، كمل معروف وكمل جميلك واترك الدخان، والله العظيم إنه فرصة يمكن ما تتكرر مرة ثانية. رمضان فرصة للأخوات، التغيير من العادات السيئة، اللبس اللي غير محتشم. رمضان فرصة أن تغذين هذه الروح بكلام الله، بالإيمانيات، بصلاة التراويح إن أمكن. رمضان فرصة يا جماعة لاجتماع الأهل ولم الشمل، نفطر اليوم عند فلان وبكرة عند فلان. فهذه جماعة حقيقة من الأشياء الإيجابية في شهر رمضان. رمضان فرصة للعطاء والبذل والتضحية والصدقة. الله الله يا جماعة أوصيكم ونفسي بالصدقة، لا تنسون العوائل المحتاجة، العوائل الفقيرة من صدقاتكم. رمضان فرصة لتحقيق العبودية، فالله جل وعلا ما خلق البشرية إلا من أجل أمر واحد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من أجل أن نعبده وأن نوحده سبحانه وتعالى، لا شريك له.